الإمام علي عليه السلام يقول: لا تعلموا أولادكم ما تعلمتموه أنتم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هاي واحد. اثنين، مو كل شيء اختصاص. من نوصل يم الكيمياء نؤمن بمختصيها، يم الفيزياء نؤمن بمختصيها، يم الرياضيات نؤمن بمختصيها، ليش من توصل يم الدين الكل يصير مفتي؟ مو أكو نجف أشرف؟ مو أكو مرجعية عليا؟ سألت حج الفقيه من أفتيت وقلت لهم حرام؟ لا. لعد ليش حج تعبر عن آرائك وتستخدم الدين كغطاء لها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الفن، هو الفنان الذي ليس كمثله فن. حينما خلق هذه اللوحة الرائعة بإنسانها، بحيوانها، بنباتها، بسهلها، بجبلها، بكواكبها، بسماواتها، هاي مو لوحة، هذا مو فن. هاي واحد. اثنين، الفن رسالة مقدسة، المسرح مقدس. أنا عندي قضايا، أنا عندي ثقافة، أنا عندي هموم، أنا عندي معاناة، هاي يحتاج إلى من يصورها للناس. أنا أحتاج الممثل، أحتاج الرسام، أحتاج الفنان التشكيلي. كل شيء ينطق من حولنا، كيف ننطقه؟ من خلال الفن. هو أكو شيء يخلو من الفن؟ لا أكيد. تمام لولا؟ صح.